السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كارثة في مصر تسونامي هتضرب شواطئ الإسكندرية. أتمنى من الجميع وضع اللايك والاشتراك وتعالوا مع بعض نشوف ماذا يحصل. هيا بنا. دراسات علمية بتؤكد غرق مدينة الإسكندرية ومحافظة الإسكندرية. المحافظة قد تتعرض لموجات تشبه تسونامي، ويعلن عن استراتيجية جديدة للتعامل مع مياه الأمطار المرتفعة والتغيرات المناخية العالمية التي تسبب في زيادة منسوب البحار، وغيرها من التصريحات الهامة اللي خرج بها محافظ الإسكندرية، هنستعرضها لحضراتكم في تقديمنا. زي ما قلنا لحضراتكم، تصريحات هامة عن أمطار الشتاء وكيفية التعامل معها خلال فصل الشتاء للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية. قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن المحافظة تتعرض لنوات مائية كثيرة في فصل الشتاء، وهناك استراتيجية قومية لإدارة مياه الأمطار. وفي الشتاء بيعاني المواطنون في الإسكندرية من تراكم مياه الأمطار في الشوارع بشكل كبير، واللي بترتفع لأكثر من 30 سنتيمتر. ووضعت المحافظة استراتيجية للتعامل مع مياه الأمطار، وبتقوم هذه الاستراتيجية على 3 مراحل مهمة جدا. تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتكلفة 250 مليون جنيه، أما المرحلة الثانية تهيأ بتكلفة 850 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة قد تصل إلى مليار جنيه. كمان نفت محافظ الإسكندرية لأن المشروع القومي لإدارة مياه الأمطار سينهي على ظاهرة المياه في الشوارع بشكل كبير، وسيتم صرف مياه الأمطار من خلال هذا المشروع وتحويلها إلى ترعة المحمودية. أوضح كمان المحافظ بعض النقاط للمواطنين الذين ينتقدون مدينة الإسكندرية، وقال إن البعض ينتقد محافظة الإسكندرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون معرفة الأسباب، لكنه بيعقد جلسات حوارية كثيرة مع أهالي المحافظة للاستماع إلى شكواهم وتوضيح الأمور ليهم بشكل كبير. وأكد محافظ الإسكندرية أنه تعلم مهارات وخبرات صعبة في عمله كمحافظ، لكنه الأفضل له حيث عمل في الأمن 40 عام بشكل متواصل. أكد اللواء محمد الشريف أيضاً على أن هناك العديد من الدول الأوروبية تسعى بشكل كبير لعقد اتفاقيات مع محافظة الإسكندرية بشأن سياحة اليخوت، وتحدث أيضاً محافظ الإسكندرية عن التغيرات المناخية في العالم، وقال إن التغيرات المناخية اللي بيشهدها العالم النهاردة أدت لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وزيادة انبعاثات الكربون، وتسبب ذلك في زيادة منسوب المياه في البحار وأيضاً المحيطات. وعن التوقعات بخصوص غرق الإسكندرية، قال اللواء محمد الشريف محمد طاهر أن رئيس وزراء بريطانيا الأسبق نوى بأن الإسكندرية بين 5 مدن ستغرق بسبب التغيرات المناخية. وللأسف هناك أبحاث علمية كتيرة جدا بتشير لغرق إسكندرية في ظل المتغيرات المناخية، بالإضافة إلى أن في العديد من الشواطئ التي تتعرض للنحت بسبب التغيرات المناخية اللي بيشهدها العالم النهاردة. وعن التوقعات محافظ الإسكندرية أنه تعلم مهارات وقدرات صعبة في عمله كمحافظ، لكنه الأفضل له حيث عمل في الأمن 40 عام بشكل متواصل. أكد اللواء محمد الشريف أيضاً على أن هناك العديد من الدول الأوروبية تسعى بشكل كبير لعقد اتفاقيات مع محافظة الإسكندرية بشأن سياحة اليخوت، وتحدث أيضاً محافظ الإسكندرية عن التغيرات المناخية في العالم، وقال إن التغيرات المناخية اللي بيشهدها العالم النهاردة أدت لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وزيادة انبعاثات الكربون، وتسبب ذلك في زيادة منسوب المياه في البحار وأيضاً المحيطات. وعن التوقعات بخصوص غرق الإسكندرية، قال اللواء محمد الشريف محمد طاهر أن رئيس وزراء بريطانيا الأسبق نوى بأن الإسكندرية بين 5 مدن ستغرق بسبب التغيرات المناخية. وللأسف هناك أبحاث علمية كتيرة جداً بتشير لغرق إسكندرية في ظل المتغيرات المناخية، بالإضافة إلى أن في العديد من الشواطئ التي تتعرض للنحت بسبب التغيرات المناخية اللي بيشهدها العالم النهاردة. وعن التوقعات بخصوص حدوث تسونامي في الإسكندرية، فنشرت بعض الأبحاث العلمية اللي بتؤكد تعرض الإسكندرية لأمطار غزيرة وارتفاع منسوب البحار، وبيعرض ذلك المحافظة لموجات تسونامي عنيفة. من ناحية تانية، كان في بعض الأبحاث اللي بتؤكد إن الإسكندرية في مأمن من الغرق، ومن جهود الدولة في هذا الشأن إنها قامت بإنشاء 7 مشروعات للتصدي لغرق الإسكندرية، وكلفت هذا المشروعات نحو 1.660 مليون جنيه، وبالفعل تم تعلية وبناء الشواطئ الإسكندرية لتجنب التعرض للشواطئ للنحت بشكل كبير. وبالنسبة للسياحة في الإسكندرية، فنوه اللواء محمد الشريف أن الإسكندرية مظلومة في السياحة الخارجية بسبب قصور في الترويج ليها بشكل كبير. أكد كمان أن إسكندرية بتحتوي على مقاصد سياحية كتيرة جدا، أبرزها القلعة والمدينة الغارقة تحت الماء ومكتبة إسكندرية والمساجد التاريخية العديدة وأيضا الشواطئ وغيرها من الأماكن.
وبتفتقر المحافظة لسياحة اليخوت، كما أن المحافظة لا يوجد بها سوى مرسى واحد فقط تمتلك شركات خاصة. وصف اللواء محمد الشريف أيضا الإسكندرية بأنها هي حضارة 3000 عام قبل الميلاد، وهي العاصمة الاقتصادية لمصر، كما أن حوالي 65% من صادرات وواردات مصر تكون من خلال موانئ إسكندرية، وفيها أقدم شارع في التاريخ وهو شارع النبي دانيال، مر به تقريبا كل الثقافات. بتواجه الإسكندرية صعوبات في الطاقة الاستيعابية، لأنه بيصل عدد السياحة الداخلية إلى حوالي 2.5 أو 3 مليون نسمة في اليوم الواحد، وبيتم حساب هذا التعداد عن طريق عدد السيارات اللي بتدخل وتخرج من الإسكندرية في اليوم الواحد.